في تصعيد جديد بالأراضي الفلسطينية، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى إحراقه 54. دائرة الأوقاف الإسلامية أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. وبمناسبة الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا إن الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات، ما أدى إلى تغذية عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية. وطالما ظل الجناة بمأمن من العقاب، فإن هذا الإجرام سيستمر. أشتيا أكد أن العدوان المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سيزيد صلابة وعزيمة. وتزامنا، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع مداخل ومخارج مدينة الخليل، وذلك بعد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح. هذا وقد فعلت إسرائيل عمل القبة الحديدية قرب الحدود مع قطاع غزة جنوب إسرائيل بزعم اعتراض طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء غزة، وأطلق الجيش الإسرائيلي الصواريخ حيث سمع دوي انفجارين على الأقل عند حدود قطاع غزة حسبما أفاد شهود عيان.